مبارك عليكم الشهر. أهلا بكم ببرنامج رمضان مع البيان. عندنا عدة فقرات اليوم، وبنبدأ من قصة من قصص الأنبياء. ذات يوم رأى نبي يوسف الشمس والقمر وكواكب يسجدون له. قال له والده: لا تخبر أخوتك عن هذا الحلم. في يوم أخذوه أخوته إلى رحلة ورموها في البئر. كان يوم سمعه رجل يبكي في البئر، أنقذه وباعه إلى العزيز. العزيز لزوجته: اهتمي به. كبر يوسف وكان جميلا جدا، فسولت نفسها وأدخلته في السجن. لقد رأى الملك والبلاد في منامه 7 بقرات نحيفات يأكل 7 بقرات سمينات. أراد تفسير هذا الحلم. له يوسف يفسر الحلم: أن تزرعون القمح بمدة 7 سنوات، وعندما يحين وقت حصاده حاجتكم فقط، لأن بعد هذه السنوات سيأتي عليكم 7 سنوات أخيرة يحل فيها الجفاف. أصبح المسؤول في البلاد. أخوته ليشتري الطعام، أعطاهم الطعام ولم يعطي أخوهم الصغير. قال لهم: أريده يأتي بنفسه. سجن أخوانه وجاء بأبي. رأى القميص في وجه أبي فأبصر. فرح أبي وقال: هذا تفسير حلمك يا يوسف. أما الآن سنشاهد فقرة من تراث البحريني. اليوم سأتكلم عن الملابس الشعبية للرجال. من أشهر الملابس الشعبية للرجال هي الثوب والختان والحقان، يلبسونها في أيام العادية. أما في المناسبات يلبسون البس أو الدقلة. الفقرة التالية طبق اليوم. السلام عليكم، مبارك عليكم الشهر. اليوم بتكلم عن الحلويات الشعبية المعروفة في رمضان. هذه الحلوى مشهورة في البحرين، أكثر الناس يسوونها في رمضان. في منها بالدبس وفي منها بالشيرة، أنا أحبها بالدبس. هاي الحلوى اسمها القيمات. هاي الحلوى اسمها السمبوسة الحلوى، في منها مشوية وفي منها مقلية. عقب ما تفطر أحب عقب ما نتفطر نحب نحلي، عقب ما نحلي نحب نصب لنا فنجان قهوة. اليوم بسوي القهوة العربية. أول شيء خذنا لتر من الماء وحطيناه على النار، الحين بنحط ملعقتين من القهوة. الحين ننتظر من 10 ل15 دقيقة لين ما تغلي القهوة. الحين عقب ما برزت القهوة سخناها، بس لا تسوونها بروحكم، لازم أحد وياكم. الحين بصب القهوة.
بألف عافية. وعقب ما نكمل من فنجان القهوة نهزه. الفقرة التالية قراءة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق العظيم. شكرا للمتابعة وانتظروا المزيد.